افضل هدف متهيألي الموسم ده يعني هدف التوجي، يعني كان مكافأة من ربنا على مجهوده طول الموسم واخلاصه ورجولته. وماتش العين الاخير ده كان طبعا هو وياسر ابراهيم الاثنين بصراحه كانوا ظابطين الدنيا. الجون بتاع الترجي وفاكر له الجون بتاع جورماهيا. والله احسن ماتش لعب فيه رامي ربيعه كان ماتش جورماهيا، وكان احسن هدف برضه حطه في نفس الماتش. طبعا في صعود كابتن رامي طبعا مع الفرقه كان ماتش النجم الساحلي، كنا كسبنا 6 كنا خسرانين هناك 2-0، وكان ماتش كان جميل جدا، امتع ماتش النادي طبعا. ماتش الترجي الاخير كان اجمل هدف ليه. افضل هدف لما كان في افريقيا نهائي كان الترجي اللي هو الرأسيه. رامي ربيعة يعني عنوان للاخلاص والرجوله بامانه. كابتن رامي رجوله زي ما احنا بنلقبه كجمهور اهلي. باك عصري يعني زي ما بيقولوا، يعني زي ما بيقول الكتاب. انا بسميه صخره الدفاع مكان وائل جمعه، صخره النادي الاهلي فعلا.